اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. هنعمل ايه بقى في رمضان؟ هنعمل ساندويتشز ينفع تتاكل ما بين الفطار وبين السحور. يعني ساعات الواحد بيبقى عايز حاجه زياده، عايز يشبع نفسه، او ما عرفش يفطر كويس، او ما لحقش الفطار، ايا كان السبب. هنعمل ساندويتش سهل مش هياخد وقت وطعمه هيبقى مختلف. الساندويتش بتاع النهارده هنستعمل عرق روستو. طبعا دي من الحاجات اللي بتتعمل جدا، يعني كتير جدا في رمضان. شرايح عرق روستو، خيار مخلل، شرايح جبنه، مستارده، ولانشون فراخ ولانشون لحمه. نجيب الاول العيش. صح كده لحد الاخر. نحط الشرايحتين قدامنا. هندهنها الاول بمستردة. عايزين الشريحة كلها تبقى بغرق مستردة. مش هنحط طبعا ولا شطة ولا فلفل في اي ساندويتش عشان خاطر ما يبقاش حامي في رمضان. بعد كده على الشريحه اللي تحت هنحط الاول الخيار المخلل. بعد كده الجبنه. شرايح بالطول. الشريحة دي عشان نحطها على شريحة العيش اللي فوق. بعد كده بقى نجيب الروست بيف. طبعا كده شرايح بالطول. بعد كده نحط لانشون الفراخ. بعد كده لانشون اللحمه. خيار تاني فوق. كده نقفل الساندوتش. نحط بقى ساندوتش ميكر. ثبته بس كويس كده. سيبه شويه لحد ما يتحمص او تحس ان هو يعني تشم ريحه العيش وتكون الجبنه ساحت. سيبنا الساندوتش شويه على الساندوتش ميكر او على الجريل. كده تمام بالظبط الشكل اللي احنا عايزينه. لو عايزين تسيبوه يتحمص اكتر من كده ممكن، بس احنا عايزينه بس يسخن والجبنه تسيح. نقطع الساندوتش طبعا الجنب كده عشان شكله يبان. كده الساندويتش بتاعنا جاهز. ساندويتش روست بيف بكل الحاجات الموجوده عندنا، بالجبنه، بالخيار، بالمستردة. ساندويتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا.
العصير اللي هنعمله النهارده طبعا من الحاجات اللي موجوده عندنا الحاجات الرمضانيه، هنعمل عصير زبيب بالتين المجفف. عندنا زبيب منقوع مش هنصفيه، لو عايزين تصفوه صفوه، وعندنا تين منقوع وعصير عنب وسكر، حط حبه بسيطه يعني زي ما انتوا عايزين بس للتحليه. خلي بالكم وانتوا بتستعملوا ده، ممكن بس كده نحط الزبيب الاول وبعد كده التين بالميه بتاعته، عصير عنب، شويه سكر، ونخلط. ضربه خفيفه الاول بعد كده نشوف. تمام، يعني نحاول نجدد على الاقل شويه في الحاجات اللي بنشربها في رمضان في نفس الوقت في نفس الحاجات الموجودة عندنا. شكله جميل كده. العصير بتاعنا جاهز، عصير زبيب بالتين المجفف، ساندوتش وحاجة ساقعة اللي هنقشفها.